واليقين هو المهم. الإنسان يصبر بالرزق اللي أعطاه الله، يصبر بالرزق اللي أعطاه الله، يقين يكفي، يقول الحمد لله والشكر لله، مخصوش يطلب أكثر من اللي رزقه الله، أو رزق الله وكيشوف ديال عباد الله، هذاك عنده شو شحال عنده، مال هذاك نجح، مال هذاك دار، مال هذاك دار، ندير لينا خير الناس اش داروا، نطلب الله العفو والعافية. هنايا الناس مسلمين وقلوبهم مسلمين، لا غادي البلاصة علاش غادي، علاش هاد الطريق، مكاينش هنايا هاديك القضية ديال أنا بغيت نسبح. المهم أنا متعة تكون معايا في هاد الصباح، الله يجعل البركة، والله يرفع علينا وعليكم هاد الوباء، الله يعفو على اللي هو مريض، الله يشافي الجميع، الله يرزق سيدي تبارك وتعالى، ينزل الشفاء والقناعة، الله يكثر فينا حب الإيمان، الإيمان هو اللي مهم، الله يسهل على الجميع، الله يرزقنا ويرزقكم من فضله، ويغطينا ويغطيكم بسترو، الله كل واحد الله يعطيه ما تمنى، الله يرزقه الهنا، وكل واحد الله يسعده، الله يوفقه في حياته، الله يبلينا ويبليكم بحق الله والقناعة، هي المهمة، الله يمتعنا ويمتعكم بالصحة والسلامة، والرزق كيسير، هادشي اللي غادي نقول لكم أنايا، وسمحوا ليا، مغاديش نطول عليكم، غير عجبني هذا المنظر، وقلت نشاركه مع الإخوان والأخوات، مع الناس العزاز اللي كيبغيوني، حتى أنا كنبغيهم طاش فوق راسي، والناس اللي هما يا مخلصين، والناس اللي ما فيهم لا حسد ولا حقد، هادو هما اللي من هديت هاد الصباح، ما شاء الله تبارك الله، كنت بغيت نقطع ولكن دوكا ما غاديش نقطع، سمحوا لي، بانت لي واحد العلامه جايه، واش شي باطو اخر جاي، ها هو بلاصه بلاصه هذا، ها هو بان لي جاي، كنتمنى ما يطولش بزاف، مابقيتش بغيت نحبس اللايف، حيت هذاك خرج خص الاخر يدخل، واحد خرج واحد داخل، سمحوا ليا بغيت نبارطاجي معكم هاد الجو وهاد الاجواء ديال الصباح، الله يسهل عليكم، الله يعاونكم ويعينكم، الله يسهل مسعر ما بين يديكم، الله يعطف ريضات والديكم عليكم، الله يحفظكم وتحفظ به الذكر الحكيم، واش هذا اللي خرج من هنا هو اللي راه يدوز ليه، او شي واحد جاي لهنايا، ما بغيتش نقطع اللايف، المهم راه هو كيبان لكم كيف ما كيبان ليا انايا، واش غادي يجي، ما بغيتش نقطع، خصني نقطع ويجي لهنايا. ما يطورش، واش هذا
اللي خرج منها هو اللي غادي يميت او شي واحد جاي لهنا. عندي شي اخوان لاحوا فيديوهات هذا الصباح حسن كل يوم